السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا ضمن سلسلة السوات كاب هو الآد الباراميتر أو السنستيف، أكثر باراميترات سنستيف على الفاريبل اللي أنت راح تشتغل عليه. يعني أنا المفروض أول خطوة أسويها ببرنامج السوات كاب، لاحظ هذا البرنامج عندي كرييت، هسه مجرد ما أدخل عليه من هنا راح يقول لي أول شيء كالبريشن إنبوت. من تضغط على الكالبريشن انبوت من هنا راح تنفتح لك اول وحدة هاي تنفتح، اول طلب وطلبه من عندك حتى تكمل كل امور التحليل الحساسية والكالبريشن والفاليديشن وغيرهن، راح يطلب من عندك انه شلون دا تحضر او شلون تدخل الانبوت او باراميتر ديتا اللي خاصة مع، يعني نختبر حساسية المعلومات اللي تأثر. اول شيء هو بصورة عامة ينطيك اربع باراميترات لان مثبتهن معتبرهن رئيسيات، انت تقدر تحذفهن وتقدر تضيفهن. يعني انا اقدر مثلا اقول هذا انا ما اريده، هو اللي مثبت لي اياهن الستاندرد، لاني اول ما تفتح واجهة البرنامج يظهرولك نمبر اوف باراميتر 4 ونمبر اوف سيميليشن، كل ما زار على السيميليشن زادت دقة النتائج، لكن ياخذ وقت برا اطول. نجهز احنا اذا انا، طيب انا عندي مثلا البارامترات الخاصة بي اكثر من هذا البارامتر، اقدر اضيف اي نعم منها تروح add a new parameter، مجرد ما تسرح تسويها خطوات امامكم، مجرد ما تضغط عليها ان البارامترات ضمن ياسب بيزن كذا، هاي الامور نقدر نختارها ونقولها اوكي وندخلها. هسه نجحنا نشرح بصورة عامة يعني عن البارامترات. انت البارامتر اللي لازم تختارها تكون كلش سنستيف وتأثر بشكل يعني ريليتيف سيجنيفيكانت على الفاريبل اللي انت حتشتغل عليه، يعني بين قوسين انت شنو الفاريبل اللي انت ناوي تشتغل عليه، شنو المتغير اللي تريد تشتغل عليه، لاند كفر لاند يوز، لازم تروح تشوف شنو هي اكثر البارامترات المؤثر عليها، تاثير على السويل ديتا تشوف اكثر البارامترات المؤثر عليها، تاثير على الستريم ديسشارج اوف ستريم او الفلو اوف ستريم، لازم تعرف البارامترات المؤثر عليه بالكل. كذلك اذا كان شغلك ضمن السيديمنت المورفولوجي، يعني حسب الفاريبل اللي انت تشتغل عليه تروح تقرا بحوث سابقه بحوث حديثه منشوره ضمن مجلات قويه سايتيشن لها عالي، مجلات حتى البحث اللي انت تعتمد عليه يكون بحث رصين، بحث منشور بمجله قويه. فشو تسوي انت هنا؟ نجي انا عندي صراحه شغلي الفاريبل اللي اشتغل عليه هو الديسشارج، فلازم اختار المعلومات اللي هي اكثر تاثير او ريليتيف سيجنيفيكانت، تاثير نسبي وكبير على الديسشارج. من خلال قراءتي للبحوث راح افتح لكم مجموعه بحوث. شوف هذا شو يقول هنا، يقول الموديل باراميتر يوز فول يعني كالبريت الديسشارج. اول شيء هن عدد البارامترات اللي اثر على الديسشارج، فقط ديسشارج هي 19 بارامتر. لاحظ حتى تقدر توقف الفيديو وتاخذ له صوره لهاي البارامترات، هاي البارامتر هي اللي اكثر بارامترات مؤثره، اكثر بارامترات مؤثره على الديسشارج التصريف ضمن النهر. نجي هنا انا مجرد هذا تسميه عادي 1 2 3 ومرقم لك اياهن. طيب انا اختار ذني كلهن؟ لا، يعني لاحظ مثلا هسه اضرب لك مثال، انا منطقه دراستي الستريم اللي انا بي ما بي سنو، ما بي تأثير جليدي، ما بي بعض يعني الأمور الديب بيركوليشن، ما بي ديب يعني أكوفة، أنا ما دا أشتغل جراوند ووتر. إذا تشتغل جراوند ووتر كل البراميتر الخاصة بالجراوند ووتر تأخذها لازم، إذا لا تأخذ فقط الفعاليات الهيدرولي كونتكتيفيتي تأخذ كذا، يعني عدف يعني هاي البراميترات الخاصة بالستريم كلها بصورة عامة 19 براميتر. أنت المفروض تأخذ أكثر البراميترات أكتف. شلون طيب انا اعرفهن؟ لان انت بعدين ها، وكل باراميتر الى رينج، الى انيشال رينج ولا فاينل، يعني الفاينل باراميتر ايش قد تطلع قيمته كتيست بي تي تيست مالته ايش قد قيمته، ها هالشكل فتعرف انت الباراميتر اللي هو اكثر تاثير او اكثر حساسيه. هسه هنا لاحظ هذا البحث ماخذ 19 باراميتر كلها تاثر عليه، انا ما عندي سنو فكل امور السنو اقدر احذفها، اكو واي امور انا ما ادخلها تمام، يعني تبخر التربة لا أدخله يأثر، لأن ليش منطقتي بها حرارة عالية فتصير تبخر من التربة، بينما بالمناطق إذا كان الستريم مالتك أنت الشغل مالتك من منطقة جليدية تأثير درجات الحرارة قليل فهذا ماكو داعي تاخذه.
فعرفت. فهاي البارامترات انت تختارها على حسب تاثيرها بمنطقه دراستك، يعني اكو امور انت ما داخله عندك، يعني من نمذجت بالبدايه وسويت مترولوجيكال ديتا وتحليل كامل للبيانات اللي عندك هنا، دخلت اول فقره هاي اول ما اشتغلت بالانبوت، دخلت لاند كفر، لاند يوز، سويل ماب، مترولوجيكال ديتا، تعرف شنو البارامترات بالنسبه للوذر ديتا مؤثره عليك، فهذا يدخل هذا ما يدخل. وكذلك تستعين بقراءه البحوث السابقه اللي هي، لاحظ شوف هسه هنا شو مسوي؟ قايل البارامترات منطيه الرانك هو تلقائيا مرتبهن، تمام؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه بنظره، قال انه انا اكثر بارامترات تاثر لي على الديسشارج، تمام عيني؟ اكيد لازم لها ماكسيموم فاليو ومينيموم فاليو. بعدين هاي الفاينل فيتد شو يقصد بيها؟ يعني الـ يعني وكانه قيمه التي تيست اللي خاصه بيها، قيمه التي تيست اللي هاي. طيب ست هاي امتى تجي القيمه؟ هاي تنحسب بعدين مو الان، بعدين تنحسب كقيمه بعدين تحسب. وكذلك هذا البروسيس العمليه يقصد بيها هذا الرانوف، هذا السويل، هذا الشانل. فانت شنو الغرض من بعد ما تحلل؟ راح يعطيك ترتيب البارامترات، مو انت بعدين تسوي تحليل اكو بارامترات راح تطلع لك غير حساسه، تهملها تسوي كالبريشن من جديد تدخلها مره ثانيه. فشوف هنا شلون يرتب لك اياهن، يرتب لك البارامتر على الرانك مالتهن، السنسيتيفيتي رانك كان ضروري تنتبه له، على اساس البارامترات الاكثر حساسه انتقالا للاوطان، اكثر حساسه اكثر حساسه انتقالا اما للاوطان. اوكي هذا ضروري الموضوع ننتبه عليه. فنجي هنا شوف، لاحظ ظهر عند الكير نمبر هو اكثر حساسيه، فلازم نضيفه، ابتدى من الاكثر الى الاقل او كاد يكون معدوم، تمام عيني؟ لاحظ هسه هنا شلون ست انا عرفه معدوم، هاي القيمه مالته هالقد وقيمه البي فاليو، بما انه البي فاليو اعلى اذا هذا ما له تاثير، هذا هنا 0.131.5 هنا كذا هنا كذا. فتعرف انت على اساس البارامترات اللي ظهرت لك تعرف هذا الباراميتر حساس لو غير حساس، تمام عيني؟ وعلى اساس هذا الشيء انت ترتبهن. لاحظ هنا هو منطق اياها رسم ومنطق اياها كجدول، لاحظ هنا شوف هاي النتيجه النهائيه ورا ما تسوي ورا ما يطلع الكالبر. بالمناسبه هاي النتائج تطلع بعدين كلها كامله من البرنامج، يعني مو تكمل خطوه وتروح تسوي ران، ذني لازم كلهن يكملن. فاليوم محاضرتنا فقط على ادخال البارامتر، بس انا احاول ما اقول لك كذا ادخل البارامتر وخلاص، لا اريدك تفهم الفلسفه مال الموضوع. فلاحظ شوف هاي البارامترات هنا مرتبه هو بالتسلسل على اساس، يعني هو الرسم اللي يطلع لك على اساس القيم اللي هي خاصه بالكالبريشن. شوف هنا الاخيرات كاد يكون تاثير معدوم قليل جدا او كاد يكون معدوم، لاحظ؟ بينما شوف الاكثر الكيرف نمبر تاثير اكثر. ولاحظ مثل لك اياه بالجدول، لاحظ قيمه التي تيست له شبيها كلش عاليه اعلى من البي فاليو، اذا هذا مؤثر. تي تيست اعلى من البي فاليو يقصد بها النظريه الصفريه، شد للنظريه الصفريه يدل على انه هذا قريب قيمته قريبه للزيرو، يعني وكانه يعني غير سنستف، هذا العامل غير حساس، يعني غير مؤثر، هذه المعلمه غير مؤثره على لا طلعت العكس، فنهمل هاي النظريه. فلاحظ الكيرف نمبر كذا كذا الى ان نبدي، لاحظ هذا الرقم ايضا هنا اعلى، فهذا حساس ايضا هنا، ايضا كاد يكون يعني قيمته هنا هالقد وهنا قيمته هنا، فاكبر من عنده لكن الى تاثير، مو زيرو لكن الى تاثير. فاوكي نجي هنا على ال 1.5 او 1.3 وهكذا على الاخير دي القيم هو يطلعهن، يسوي لك هاي باستخدام طريقه السيكونشال انسرتينتي فيتنج فيرجن 2 تكنيك، فده يرتب لك هذه الامور. اوكي زين ست هسه هاي اني شلون ادخلهم ذولي؟ اني البرنامج الاصلي ده ينطيني فقط اربعه. انت خلال قراءتك للبحوث كلها تحدد البارامترات اللي هي لها تاثير على منطقه دراستك، تمام عيني؟ هسه انا عندي 11 باراميتر. طيب ست يعني بس اطلع نتائج هنا لو لازم ارجع للبرنامج الاصلي، مو وقتها. وانت لازم ترجع، والدليل لاحظ هذا المخطط. خلي اشوفك اياه او هنا يمكن شوفتك اياه. بس ارجع لك عليه. لاحظ هذا المخطط. او هنا. اكو مخطط سهل. راح يسوي، لاحظ هنا شوف هذا السوات كاب، شوف هنا السوات كاب، اذا السوات كاب موديل اوتوماتيك كالبريشن، اذا الكالبريشن كريتيريا مرضيه يس خلاص روح،
تحسب لي الكمبيوت ايش اوتبوت خلاص مباشره. اللي هي شنو هي الكمبيوت؟ تحسب السيرفس رانوف، التبخر، اللاترال اند بيس فلو، الرينفول، شو تريد انت تحسب تحسب. لكن لو كانت غير مرضيه النتائج، يعني شنو ست غير مرضيه؟ يعني قيمه الكالبريشن والفاليديشن ما وصلنا الى قيمه انه احنا مثل ما نقول الاوبزرفيد متحد مع السيمليتود اللي راح نوصل لها. نرجع بالخطوات، ستوب بروسيسنج، نوقف الخطوات، نعيد، نروح نرجع بها، هذا نعيد على سوات موديل، نرجع لهنا. اكو فد رسم ثاني، هذا لاحظ هاي التقنيه باستخدام اللاتينيان هايبرد سامبلينج، التحليل الحساسيه ادجستد، راح نسوي تعديل للبارامترات رينج سنستيف باراميتر رينج فور كاليبريشن، بعدين رن سوات كاب. نجي عندنا خطوتين، اذا طلعت الكاليبريتد مرضيه يس خلاص الاوبتمايزيشن باراميتر، تروح راسا للسوات موديل تسوي ستريم تلقائيا سيموليشن. لكن يعني خلاص تطلع الريزلت، لكن اذا طلعت غير مرضيه تروح تسوي تعديل هنا. زين ست وين اسوي تعديل بالسنستيف باراميتر؟ تاخذ البارامترات فقط المؤثره، يا باراميتر طلع لك مؤثر هنا مثل ما حللنا قبل شويه، طلعت اكو بارامترات مؤثره واكو بارامترات ما لها تاثير، احذف الما لهن تاثير، ادخلهن واللي لهن تاثير، فهذا هو الفرق. تمام، احنا راح نتعلمهن ان شاء الله كل من خطوه بخطوه حتى ما تدوخون بيها. فهي محاضرتنا لهذا اليوم شلون انا ادخل البارامترات، اروح لهنا عندي هسه انا على حسب بحثي عندي البارامترات انا محددتهن ذولي، وسبق وتناولنا قلنا شنو هو الفرق بين الفي وبين الار. الفي يعني هذا البراميتر يمكن استبداله ببراميتر اخر، لكن الار هذا براميتر ثابت ما يمكن استبداله، يعني هذا ثابت مؤثر بشكل رئيسي على الفاريبل اللي انت تشتغل بيه. تمام، يعني اكو مثلا الكيرف نمبر الغطاء النباتي هذا مؤثر بشكل رئيسي على الجريان على الرانوف السيرفس رانوف، لكن هل هو مؤثر على الجراوند ووتر؟ لا، نعم مؤثر على الجراوند. فهذا يعتبر شلون احنا نعتبره بالدرجه الاولى المرتبه الاولى انه هذا يعني ينطونا الميثود مالته طريقته هي طريقه الار، يعني ريليتيف يعني تاثيره نسبي لا يمكن تجاوزه. لكن اكو بعض البارامترات حساسيتها للفاريبل ممكن كاد تكون يعني انه تبقى ثابته وكاد يمكن استبدالها، فاللي ممكن استبداله يرمزوا له بالرمز V، واللي ثابت ويعني وجوده ثابت لا يرمزوا له بالرمز يعني مثل ما نقول رمز R. شوف لاحظ هنا هسه هذا الفلو اللي هو R flow to the occurs at H2O، يعني هذا الفلو اللي شو يقصد بـ available water capacity، يعني وكأنه كمية الماء أو سعة الماء المتوفرة بالتربة ضمن الليارات الأولى تأثر، هاي تأثر على السقف، هاي relative هاي تأثيرها مباشر. لاحظ هنا الـ ground water coefficient يأثر تأثير رأسي، عندنا الـ base flow يأثر على surface runoff، وذات تذكرون بمادة الهيدرولوجي كنا السيرفز رانوف اصلا الهيدروغراف نقسمه الى سيرفز رانوف وبيس فلو، فمؤثر تأثير رأسي يعني مباشر. لكن اكو بعض الاكوفر اللي هي ثيرشولد يعني شالو اكوفر، هاي تأثيرها لا مو مباشر ممكن استبدالها، لكن مثلا الكيرف نمبر تأثيرها مباشر، لكن البيس فلو بالدي تأثيره غير مباشر، البيس فلو الفا فاكتر اندي هاي تأثيرها شنو مباشر أو غير مباشر. يعني بعض الأمور لازم تعرفها. اتهنا البرنامج بالمناسبة ينطق ياها بشكل رئيسي، يعني مباشرة ينطق ياها، تمام عيني، هاي ضروري تنتبهوا لها، هاي الأمور ضروري ننتبه لها لأنه هي رئيسية، وأيضا هو يعطيك الماكس المينيمو. فتجي هسه هو مطيني أربعة، أنا أريد أضيف، شلون أضيف؟ قلنا نروح على Add New Parameter، تروح على البارامترات اللي انت حددت لنا حساسات. هسه عندك هذا اللي هو soil evaporation التبخر من التربة، تمام التبخر من التربة، تروح على البرنامج التبخر من التربة ضمن يا لينك، لاحظة ضمن يا لينك الفايل اكستريت ضمن ال HRU، تمام هذا ال HRU، وين ال HRU؟ لاحظ هنا هالشكل هذا ال HRU، تروح عليه اللي هو ال evaporation اللي هو وين هذا، لاحظ هنا حتى تتأكد من عنده E S C O، هذا تلقائيا تروح عليه E S C O، بعد ما تضغط هالشكل تنطي أوكي راح يضيف لك إياه. لاحظ من ضاف لك إياه هسه
الامتداد انطاك اياه، انطاك اياه هو ار ثابت ريليتيف، يعني هذا مؤثر بشكل رئيسي وليس مو تاثيره ممكن استبدله. الرينج الماكس المينيمم واللي خاص بي دي يقول لك هنا تقدر تدخل له ايش قد تريد انت الفاينل والهذا، هنا هو مطق اياها 0 0 فتقدر تدخل له 0 وبشنو مثلا القيمه هنا 1 تمام عيني، ها انت تتحكم بين الماكس المينيمم على حسب الدقه مالتك. طيب ست شو هذا بقى باللون الاحمر وذني بقى باللون الاخضر، شلون يعني اخليهم يصير لونه مثل لونهم؟ هنا زيد وهو مثبت الستاندرد النمبر اوف باراميتر 4، فانت شو تسوي؟ زيد هذا 5 حوله، لاحظ شوف هسه لو اقلل اسويه 3 شوف ايش قد شال 2 ذني ما راح يدخلهن الك، راح ياخذ بالتسلسل بس اول 3 تمام عيني، فضروري اي باراميتر تدخله تروح تزيد السعه منه، تزيد 1 هاي هسه احنا لحد الان عندنا 5 لاحظ اخذن كلهن. وكذلك اكمل للبقيه ايضا. هسه عندي مثلا الباراميتر الثاني اللي بعده اللي هو CHK2، هذا ضمن يالينك ضمن الار تي اي، هذا اروح على اد نيو باراميتر، هذا مسهل لك حتى ما تقعد تكتب، فتروح هنا ار تي اي عندك CHK2 ضفته خلاص ضاف لك اياه انطاك، هذا ايضا ثابت ريليتيف، تروح تزيد منه الباراميتر حتى يدخل ضمن الرينج زين، هو ده ينطيك 0 0 صفر صفر. طيب انا ابقى على 0 0 انت الرينج مالتك محدده منين لمنين؟ زين ست انا الرينج هذا الانيشال والفاينل انا اجيبه، تقدر تاخذه من البحوث السابقه يعني هذا الامر، حتى انت لان هذا مشتغل مسبقا ويعرف النسب مثل ما نقول، فاحنا ليش نعيد ونكرر الخطوات نفسها؟ فهسه هنا عند الريت من سالب 0.01 الى 100، لاحظ هنا من سالب هنا المينيمم تنطي لان هو هنا يعطيك 0 0 سالب 0.01 المن الى 100 تمام، وهكذا تكمل بقيه الـ كل خطوه تضيفها لازم تضيف منها الباراميتر. نجي على النمبر اوف سيموليشن ايش قد تريد؟ هو قال لي صراحه من خلال قراءه البحوث لقيت كل ما يزيد عدد البارامترات يقلل عدد السيموليشن حتى وقت الرن ما ياخذ الوقت يعني الكثيف جدا. لقيت اكو بحوث تاخذ النمبر اوف سيموليشن، انت بالمناسبه عندك واي ايتريشن تاخذ مره واحد مره، يعني هسه راح نبلش احنا مثلا من 50 تمام، يعني هنا راح اسوي 50 سيموليشن، ليش انا راح ادخل تقريبا البارامترات 11 او 12 بارامتر، هسه مجرد راح اكمل ادخل بقيه البارامترات، ولان هي مجرد اد نيو باراميتر نختار الاكستنشن يعني الامتداد اللي خاص بي واضيف البارامترات وما نرجع نفعله من هنا، مجرد توقيف مؤقت للفيديو على ما اكمل هذه الامور. لاحظ هنا كملت اني ادخال كل البارامترات تقريبا هن 10 بارامترات قريبات او اكثر حساسيه تاثير على الفاريبل ضمن منطقه دراستي. اول شيء 10 دخلت 10 كتبت هنا 10، اجي اكو موضوع مهم جدا اللي هو الفاليو اللي رينج دوف رينج. طبعا الرينج مو شيء ثابت، اذا تروح تقرا عده بحوث راح تلقى كل بحث يعطيك رينج يختلف عن الثاني. طيب هذا شنو؟ لاحظ شوف هذا البحث دا يقول لك اني اخذت لك 24 انبوت باراميتر دا يبين لك اياهم فور رن سوات، هذا للووتر شيد الجابيه الخاصه بي على حسب لاحظ الرينج ليترشر ريفيو وذ سيميلر تو ذا كاركترستيك قريبه لنفس الخواص اللي مشتغلين عليها الباحثين السابقين هذا التيبل، فهاي الرينج المنطي على حسب شغل الباحثين السابقين قريبين على منطقه دراسته تمام عيني، يعني ماخذ هاي. لاحظ هذا الباحث منطي الديفولت، شوف هذا الباحث منطي الديفولت رينج اللي تستخدم، تقدر تستخدم ذني، لاحظ هسه هذني هم يفيدونك، تقدر تستخدم ذني سوي لهم سكرين واستخدم لهم مثلا انه هاي الرينجات اللي اثبت عليها، لاحظ كل يعني هذا الانيشال رينج يختلف على حسب محددات منطقة الدراسة وغيرها، لاحظ هنا اكو باحث هذا هنا، لاحظ هذا الباحث يقول الموديل باراميتر اللي يوز تو كاليبريت ديسشارج، هذا ايضا اذا تريد اخذ اسوي له سكرين واستعين به ذن الباراميتر وهنا الرينج، هذا كلش مفيد يعني نو بروبلم يعني لا بأس به. يعني شوف هسه هنا يعني عندي احد هذا الجراوند ووتر ديلي من 30 الى 450، شوفوا ايش قد منطي خنباوع جراوند ووتر ديلي من 0 الى 5000 منطي ماخذ بيه الرينج، وايش قد طلع للفاينل باراميتر
طلع له 31 تمام عيني. فاحنا شو نسوي؟ ناخذ فد انيشال رينج انت تحددها تمام، يعني تقدر تستعين بالبحوث السابقه. هسه انا عرضت لك ثلاثه، سوي لهم سكرين اذا تريد تشتغل عليهم. عندك هذا انيشال رينج ضمن هذا البحيث، عندك هذا انيشال رينج، العفو هذا انيشال رينج، هذا ديفولت ايضا بس اكبر لك اياه شويه. هذا انيشال رينج عندك تريد تسوي له سكرين تشتغل عليه. هاي انا اقصد هذا الانيشال رينج اللي يمثل لك بالسوات كاب ماكس مينيموم. عندك بعد اي نعم عنده هذا البحث اللي قلنا عليه، هذا لحظه والاف البحوث. لاحظ هذا البحث ايضا منطي هنا مقسم هنا البارامترات، لاحظ هنايا قبل شويه انا ظهرت لك يمكن صار لي فوت. ايضا تقدر تستعين بيه وتمشي، يعني الشغله مثل ما نقول مو ثابته، مو فد مثل ما نقول شغله ثابته انه انا لازم اشتغل على كذا. هسه هذا فيرمال ستريم يوزنج سوات موديل، هنشوف اكو هو ناطي هنا، تقدر انت هم تستفاد منه حتى تقارن تشوف النتائج المتقاربه مع بعضها. لاحظ هنا هسه نجي اي نعم هذا هاي انطاك النتيجه النهائيه مال الكالبريشن رينج من يا حدود، يعني ما منطي الانيشال، الانيشال فارضها وبعد ما عدت محاولات القيم من النهائيه. ذن يهم تقدر تستفاد، اخذ سكرين لهذا الجزء خليته واضح امامك، بعدين انتقل لهذا الجزء هم خذ له سكرين. هذا لحظه خذ له سكرين، هذا تقدر تستفاد بالعتين. هذا كل شيء ضايف حتى الووتر كواليتي اللي هي خاصه بال ديسولفد وغيرها، هاي تفيدك ايضا. فان شاء الله تكون هاي الامور واضحه امامكم بالنسبه للكالبريتد او انيشال رينج تفيدك. هاي تريد تستخدم الديفولت از ولايك، يعني في شغله نو بروبلم بيها، يعني المهم انه انت توصل الى فد يعني دقه او يعني امور واضحه تكون امامك. فهاي كل هالامور تلاحظ هنا الانيشال وهاي الفاينل باراميتر، فتقدر تستعين بالانيشال باراميتر، تقدر تستعين بالفاينل باراميتر. بعد ما تكمل هاي الامور اللي هي خاصه بالماكس والمينيمم تقول له سيف، اهم شيء تسيف، تقول له سيف راح يسيف لك اياهن، او تقول له سيف ال حتى الدور تنتقل للخطوه الثانيه. تمام عيني، خطوه خطوه. هسه احنا محاضرتنا لهذا اليوم هاو تو اد السنستيف باراميتر، البارامترات او المعلومات الاكثر حساسيه بالنسبه للفاريبل اللي انت حتشتغل عليه مع القيم مالتهم، وافتهمنا عنهم وفلسفتهم. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. اذا عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدرون تراسلونا على القناه، واذا عندكم سؤال ضمن هذه المحاضره اتركونا كومنت ضمن هذه المحاضره باليوتيوب، او تراسلونا وتدزونا رقم المحاضره حتى نعرف انت شو انت تقصد، عندك مشكله وان شاء الله نجاوبكم عليها. نلتقيكم بمحاضرات قادمه باذن الله. لا تنسون دعم القناه بالاشتراك حتى ما نتوقف ان شاء الله عن النشر. نلتقيكم ان شاء الله بفيديوهات اخرى. دمتم بامان الله وحفظه.